أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما طبيعة السياسة الأمريكية تجاه إيران في العراق خلال هذه المرحلة؟ وما تداعيات اعتبار واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية؟ وما هي محددات النفوذ الإيراني في العراق في ظل ازدياد وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران بينما هما حليفان استراتيجيان؟ هل هو تصعيد له تداعياته أم أنه مجرد تصريحات؟ وكيف تفسر العقوبات الاقتصادية إذن على إيران؟ فما حلول هذا التصعيد المتوقع في العراق والمنطقة؟ نضع تحت الضوء متغيرات سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية في العراق. وأرحب بضيوفي الكرام الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم حياكم. وأرحب أيضا بالأستاذ الدكتور عبد السلام السعدي أستاذ العلوم السياسية ينضم معنا من بغداد. مرحبا بك دكتور عبد السلام. وأرحب أيضا بالأستاذ قحطان الخفاجي الخبير الاستراتيجي ينضم معنا من بغداد. مرحبا بك دكتور قحطان. أرحب بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. كونوا معنا. تتسارع وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران فمن حرب الاقتصاد إلى استهداف العسكر، محاولات أمريكية بخطوات محسوبة لتطويق النظام الإيراني الذي امتد نفوذه في دول المنطقة بشكل كبير لا سيما في العراق. منذ انهيار الاتفاق النووي بين الجانبين والولايات المتحدة تصعد من خطابها الحاد لطهران، ويبدو من تسلسل الأحداث أن هناك مرحلة جديدة إن صدقت النوايا الأمريكية وتطابقت مع ما تعلنه في مواجهة الدور الإيراني في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني أصبح رسميا على لائحة الإرهاب الأمريكية في تصعيد جديد يشمل كيانا عسكريا كاملا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والذي يعد عمليا جيشا نظاميا يضم نحو 125,000 مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية، وتتبع له ميليشيات الباسج. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر من أن الولايات المتحدة ستدخل في مأزق وكارثة إذا صنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية. مراقبون يرون أن استهداف الحرس الإيراني ككيان في هذه الظروف التي تشهد تصعيدا ملحوظا في الصراع بين واشنطن وطهران يرقى إلى درجة إعلان حرب على إيران، وقد يمهد لاستهدافات ميدانية للميليشيات الإيرانية المنتشرة في ساحات إقليمية وخصوصا في سوريا والعراق. الولايات المتحدة إذا نفذت ما تعلن عنه من عقوبات على إيران فإنها توجه بذلك ضربة موجعة للنظام الإيراني برمته، وتخسره كحليف استراتيجي طالما قدم خدماته السخية للجيش الأمريكي خلال احتلال العراق. إذن نصل التضامن مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على متغيرات سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية في العراق، وأبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، يعني إيران ردت بغضب شديد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية، ولكن ألفت للنظر أن قبل سنة كانت الطائرات الأمريكية يعني توفر الحماية للميليشيات الموالية لإيران في العراق. هنا ما يعنينا الداخل العراقي أو فيما يخص الأرض العراقية، يعني ما طبيعة السياسة الأمريكية تجاه إيران في العراق تحديدا؟ الثابت في السياسة الأمريكية اتجاه إيران هي سياسة تخادم وسياسة مصالح، والعلاقة بينهم علاقة استراتيجية. نعم هناك خلاف تكتيكي بينهم، خلاف تكتيكي أنه الولايات المتحدة لا تريد لإيران أن تكون دولة نووية، أن تكون إيران لا تتجاوز مهمتها في المنطقة كشرطة إلى المنطقة. هذه المهام التي يجب على إيران أن تلتزم بها. هذا موضع الخلاف بين أمريكا وإيران. أما في غيره فهو لا يوجد خلاف كبير بينهما. أما استخدام أو جعل الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، أنا أعتقد أنه لن تتعامل الولايات المتحدة مع الحرس الثوري كمنظمة إرهابية كما تعاملت مع المنظمات الإرهابية الأخرى. لهذا السبب أعتقد أنه الحرب الإعلامية ما بين إيران والولايات المتحدة يعني تأخذ حجم أكثر مما هو موجود على الأرض. لحد هذه اللحظة منذ عام 1979 وقبل عام 1979 إلى الآن،
التصريحات ما بين الولايات المتحدة وأمريكا للمتابع العربي وغير العربي يقول أنه غدا ستشتعل الحرب بينهم، بينما على الأرض الأمور مختلفة جدا. لهذا سبب أعتقد لا نعول كثيرا على أنه جعل الولايات جعل الحرس الثوري منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، وعلى العراقيين أن لا يعولوا كثيرا ولا يحرقوا بلدهم من أجل هذه البيانات، لا لإيران ولا الولايات المتحدة. يعني طبيعة السياسة الأمريكية تجاه إيران، ما طبيعة هذه العلاقة؟ هل هي علاقة تخادمية، علاقة صراع نفوذ، علاقة تبادل أدوار؟ كيف يمكن أن نصفها؟ علاقة تخادم وعلاقة استراتيجية. عن اليوم احنا يعني لا ننسى التاريخ، انه يعني اول من اعترف بالكيان الصهيوني هي ايران عام 1950، وهي اعلنت عام 1948. عام 1973 الكيان الصهيوني كان يحصل على النفط من ايران عندما قطع النفط العربي على الولايات المتحدة واسرائيل. عام 1980 في الحرب العراقية الايرانية موضوع ايران كونترا ايران غيت مشهورة جدا وهذه لا تخفى. بعد 2003 كذلك صرح المسؤولين الإيرانيين بأنه لولا نحن الولايات المتحدة لا تستطيع السيطرة على العراق. لهذا السبب احنا عندما نتكلم نتكلم ما هو موجود على الأرض ووفق تواريخ محددة وأحداث معلومة وأحداث كبرى. لهذا السبب أعتقد أنه الخلاف الأمريكي الإيراني هو خلاف تكتيكي فقط، وعلى الحكومة العراقية أو على العراقيين عموما أن لا يزجوا نفسهم في هذا الصراع. نعم الولايات المتحدة استخدمت قضية الإرهاب أسوأ استخدام. سنأتي إلى موضوع كيفية إدارة الحكومة في العراق لعلاقاتها في ضوء هذا الصراع. أرحب بالأستاذ عبد السلام السعدي، الأستاذ العلوم السياسية، انضم معي من بغداد. دكتور عبد السلام مرحبا بك. وسهلا دكتور. ما طبيعة السياسة الأمريكية تجاهها؟ كيف تصف طبيعة العلاقة الأمريكية بطهران في على الأرض العراقية، لا سيما وأن الأستاذ حسين وصفها بأن ذلك هو خلاف تكتيكي وأن العلاقة هي علاقة تخادمية لا يمكن أن تصل إلى مستوى أكبر بسبب أن أمريكا تريد من إيران أن تكون فحسب شرطية المنطقة. أنتم كيف تصفون هذه العلاقة؟ تحية لك وللأخوان الضيوف كرام والأستاذ شاهد. حياك الله دكتور. لو ألقينا نظرة خاطفة على السياسة الأمريكية تجاه إيران وتغلغلها بالعراق لوجدناها أكثر ليونة وسهولة في عهد الرئيس أوباما. أتفق مطلقا مع قسم ما تفضل في الأستاذ حسين من كلام، وأختلف ولو الاختلاف فرق يعني كبير من خلال هذه الكلمات اللي راح نعم تفضل دكتور. مع مجيء الجمهوري مرة ترامب إلى الحكم شفنا بداية تشدد مع إيران. نعم. في البداية نقض الاتفاق النووي قبل عام، ثم طرد عقوبات على شكل دفعات، وكان آخر خط هو وضع حرس ثوري إيران على لائحة الإرهاب. نعم. هذا إلى إثبات أمريكا دفعت من الأموال والمقاتلين والضحايا عند احتلال إرهاب. فليس من السهولة أن تفرط إيران وتعطيه لإيران. النفوذ الإيراني تسارع وتزايد في العراق بشكل لافت للنظر، حتى أصبح العراق أشبه بمحافظة إيرانية يعني تابعة إيران. القرار العراقي قرار إيراني، صار الآن القرار هو قرار إيراني. التعيين والفصل والإبعاد تقريبا كله في البيت الإيراني. ولهذا أراد ترامب أن يضع حدود لهذه العلاقة وإيقاف تدخل إيران داخل شأن العراق، ومنها مثل ما أشرت إليها وإلغاء الاتفاق النووي. اختلاف السياسة الأمريكية بعد ما جاء ترامب من إلغاء اتفاقيات وضع شخصيات شركات على لائحة الإرهاب كله للحد من النفوذ الإيراني الغير طبيعي واللي بدأ تأثيره على المواطن العراقي يلمسه وعلى كل الموجودين في المنطقة. نعم دكتور عبد السلام ابقى معي لو سمحت. أرحب بالأستاذ قحطان الخفاجي الخبير الاستراتيجي ينضم معنا من بغداد. مرحبا بك دكتور.
دكتور قحطان. أهلا ومرحبا بك، حياك الله أخي العزيز. الكثير من المحللين يرون، ومثل ما تفضل الدكتور عبد السلام السعدي، أن أوباما أو المرحلة التي جاءت بعد أوباما، يعني كان هناك ظهرت مرحلة تحديد النفوذ الإيراني، يعني على عكس عهد أوباما الذي شهد اتساع النفوذ الإيراني في العراق. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ هل الإدارتين أو الإدارتان مختلفتان في سياستهما تجاه إيران في العراق؟ حياك الله أخي العزيز مرة ثانية، حيا الله ضيوفك ومشاهدينا الكرام. لا بالتأكيد لا اختلاف حقيقي جوهري، لأنك معروف الإدارة الأمريكية هي عبارة عن إدارة مؤسسات، وبالتالي ليس من المعقول أن نرى خلافا كبيرا بين أوباما وبين ترامب. ولكن الظرف حينها كانت أمريكا بأمس الحاجة إلى تحسين صورتها إسلاميا، ولذلك ذهبت باتجاه تقليل حالات التقاطع مع العالم الإسلامي. ونتذكر كيف بدأ أوباما بداية حكمه ولايته الأولى في زيارة جامعات مصرية والتقاء بالأزهر والسوا. هذا زد على ذلك وضع المأساة الذي قد عاشه الجيش الأمريكي في العراق، الذي أعطى خسائر كثيرة واضطر على أثرها للانسحاب. إذا أمريكا بحاجة إلى تقليل حدة الصراع أو التقاطعات مع العنف الإسلامي أو البعد الإسلامي في المنطقة حتى لا تبدو كأنها عدوة. فعندما خففت عملية وجودها وتأثيرها وكذا، نشطت أو بدأت المعضلة السورية. روسيا كانت سباقة إلى هذا الوضع واستفادت كثيرا من انسحاب الأمريكي من المنطقة ووسعت دخولها في سوريا، دعمها في ذلك إيران. إيران استعانت أيضا بعمقها ووجودها المذهبي الطائفي في العراق والمنطقة العربية. ذلك تزامن البروز ودور الفعال لإيران إقليميا مع زيادة النفوذ الروسي في المنطقة مقابل التراجع الأمريكي في المنطقة، الأمر الذي أوجب على الإدارة الأمريكية أن تعيد الحسابات وتصحح الحالات. وطالما أنها استطاعت أن تخلق من الداخل عدوا اسمه داعش أو التقاطعات المذهبية العقائدية البينية، وجدت من نفسها أو كأنها مضطرة إلى حد معين أن تتزعم الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب وما شابه ذلك. لذلك عادت أمريكا مع ترامب عودة قوية لا تستثني منها حتى الأصدقاء، كما حصل في السعودية عندما تم ابتزازهم من الخليج العربي. والآن بدأ دور ظهور تحجيم الفعل الإيراني في المنطقة، وتحجيم الفعل الإيراني في المنطقة يبدأ من العراق ويبدأ من تقليل عناصر قوة إيران الضاربة، وبدأوا في هذا الحرس الثوري. وأتوقع كبيرا أنها ستذهب بعيدا قريبا إلى احتساب بعض الفصائل المسلحة في العراق، كذلك إرهابية لارتباطها بالحرس الثوري. أستاذ حسين، بالعودة إليك، يعني تحجيم الفعل الإيراني في المنطقة وفي العراق أيضا، هل ممكن أن يكون أمريكيا بحيث يصل إلى الميليشيات الموالية لإيران؟ يعني من بعد أن كان الغطاء الجوي يعني موفر لها، وكان الولايات المتحدة وإيران يتقاتلان سوية من أجل طرد داعش من العراق، الآن يصل الأمر وهذه التصريحات إلى موضوع تحجيم الفعل الإيراني في العراق، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ هل ممكن أن يعني تستهدف الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ أنا أستبعد ذلك. لماذا؟ نعم، الولايات المتحدة استخدمت قضية الإرهاب استخدام سياسي وليس استخدام جنائي إرهابي منظم. صحيح، أسوأ استخدام لمواجهة الإرهاب هي الولايات المتحدة استخدمت هذا الأمر. ولكن لا يعقل كدولة مؤسسات وهي مسؤولة عن الأمن العالمي عموما والسلم الدولي، الولايات المتحدة دولة مؤسسات كما ذكر الضيف، لا يمكن قبل شهر أو قبل عام هذه القوات جميعها تقاتل تحت مظلة الطيران الأمريكي، واليوم تعتبر هي منظمات إرهابية وستستهدفها الولايات المتحدة. ما الذي تغير؟ لن يتغير شيء ولن تستهدفها الولايات المتحدة. ولهذا السبب أقول أنه الحرب الإيرانية الأمريكية هي حرب كلامية إعلامية لا تتعدى هذا. ممكن تكون ضربات بسيطة لغرض
إقناع الرأي العام، أما أن تكون ضربات تدميرية كما حدثت مع القاعدة وداعش وبقية الفصائل الإرهابية الأخرى، هذا مستبعد جدا. طيب كيف يمكن تفسير أن ذلك مجرد تصريحات مع العلم أن هناك موجودة على الأرض فعليا وقد طبقت العقوبات الاقتصادية على إيران؟ العقوبات الاقتصادية شيء والحرب العسكرية شيء آخر. عندما نتكلم عن حرب عسكرية معناها استهداف لقوات، هذه القوات موجودة على الأرض، الحرس الثوري موجود وحلفاء موجودين على الأرض، وبنفس الوقت موجودين كلاهما على أرض العراق، القوات الأمريكية أيضا موجودة على أرض العراق. لا يتصور أحد أن هناك سيكون تصادم بين هذه القوات، هذا واحد. ثانيا، الفرق ما بين الولايات المتحدة كدولة عظمى وما بين إيران وحلفائها فرق كبير جدا، لا يمكن أن يكون هؤلاء ندين لبعضهما أبدا. وفق أي استراتيجية عسكرية لا يمكن أن يعتبر هؤلاء ندين متساويين أبدا، هذه دولة عظمى وهؤلاء لديهم يمتلكون بعض الأسلحة البسيطة والمتوسطة وقد يجوز بعض الأسلحة الثقيلة، لا تؤثر شيء على الولايات المتحدة. إن أرادت الولايات المتحدة استهدافهم فيكفيها تهديدهم وإعلام بيانات رسمية ذات وزن ثقيل، هذه الميليشيات جميعا وهذه القوات جميعا تخرج من العراق. طيب، بدون أي شيء. أما أنه نعتبر هناك ستكون مواجهة ونعتبر أنه حلفاء إيران والحرس الثوري هو ند الولايات المتحدة، هذا حساب عسكري خاطئ جدا. قبل عام كما ذكرنا أنه كانت تقاتل مع بعض، اليوم هم أصبحت منظمة. أعتقد هي الحرب إعلامية كلامية، يستخدم استهلاك محلي ليس أكثر من هذا الأمر. لا أتوقع أن هناك سيكون تصادم عسكري بين إيران وحلفائها من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة. طيب، ممكن أن نسميه استهداف يعني اعتبار مثلا الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأمريكية أيضا ممكن أن يعتبر استهداف، ولكن هو ليس بهجوم مسلح مثل ما يقال. أستاذ عبد السلام السعدي، بالعودة إليكم دكتور، يعني انهيار الاتفاق النووي أدى بالتالي من ضمن تداعياته إلى تصعيد الخطاب الأمريكي تجاه إيران، ولم ربما لا تكن نهاية هذا التصعيد هو اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة على لائحة الإرهاب الأمريكية. من وجهة نظرك يعني ما تداعيات ذلك؟ هل الأمر يتعلق بالتصريحات الإعلامية فقط مثلما تفضل الأستاذ حسين السبعاوي أن الأمر يعني يتعدى ذلك؟ بالحقيقة أنا أؤيد الأستاذ حسين بأن تكون المواجهة إعلامية أكثر مما هي عسكرية، ولكن بالبداية نشوف تداعيات الحرس الثوري هو شنو. الحرس الثوري هو مو بس هو عسكرية ترى فقط في إيران، هو الحكومة الفعلية الموجودة في إيران. فلما اجى الخميني عام 1979 وبدا تشكيل الحرس الثوري صار هو القيام موازي لجيش الشاه السابق، لكن هذا الجيش اصبح خلال يعني من مقاتل جيش العراق في الحرب العراقيه الايرانيه الى ان اصبح مؤسسات دوله بكل المجالات، بالمجالات التنميه والمجالات الصحيه وبناء الطرق والجسور والمصانع، فأصبح وقادة الحرس هم المتحكمين بمقدرات الدولة. وأصبح قائد السليماني هو الوزير الخارجي الفعلي أيضا لإيران، وليس ضريف. وهذا شاهدنا الخلاف في حدث زيارة بشار الأسد لإيران ومن ثم استقالته، لأن السليماني هو بمثابة مدير المستعمرات الموجود في إيران. فالمواجهة سوف تكون 100%، يعني الاحتمالية لها أكثر ما أن تكون هي عسكرية، لأنه الأمريكان يعلمون علم اليقين إذا ما صارت أرفح المواجهة عسكرية يخسرون الكثير، ولهذا هم يعودون على الموضوع اقتصاد، يريدون يعني يكون الاقتصاد هو أداة حرب مع إيران، ولهذا في الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية اللي يريدون ينخروها من الداخل. طيب، ومثل ما معلوم أنت تعلم أنه الإيران هي مزيج من قوميات وقوائم
نعم. واعتقد راح يلعبون هاي اللعبه. نعم ابقى معي دكتور لو تفضلتم. دكتور عبد السلام انتقل للدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، يعني الحرس الثوري الايراني ليس فقط هو قوه من القوى الايرانيه، انما هي قوه يعني مركزيه ايرانيه، وهي القوة الفعلية الموجودة في إيران. يعني مع مجيء الجمهوريين كان التشدد هو السمة الأبرز مثل ما تفضلتم، مع أن الديمقراطيين كانوا أكثر ليونة مع إيران. من وجهة نظرك، يعني الحرس الثوري الإيراني عندما أصبح رسميا على لائحة الإرهاب الأمريكية، ماذا يؤثر ذلك على النفوذ الإيراني في العراق؟ إذا انقطع الاتصال، سنعاود الاتصال بالدكتور قحطان الخفاجي إلى أن يحين موعد الاتصال به مجددا. أستاذ حسين، هل عاد إلينا دكتور قحطان؟ نعم دكتور قحطان، سمعت سؤالي؟ أم أعيد؟ نعم. أعيد عليك السؤال؟ نعم نعم إيش رأيك؟ نعم، يعني اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية من قبل أمريكا، هل سيؤثر ذلك على النفوذ الإيراني في العراق أم يزداد أم يقل أم كيف سيكون؟ لا بالتأكيد سيؤثر سلبيا على حركة هذه القوات لوجستيا والواقع. نعم. ولكن بالمقابل قد يرفع من معنويات مؤيدي النظام الإيراني عقائديا، باعتبار أن ذلك يدل على تقاطعات وخلافات إيرانية أمريكية، كما يحاولون الأمريكان أن يسوغون هذا المسألة أو هذه الرؤية. ولكن الحركات أو هذا القرار يؤثر على لوجستيا على الجانب الإيراني في العراق، هو أن تكون هذه القوات هدف مشروع لدى التحالف الدولي ولدى أمريكا، يعتبر هي القائد للتحالف الدولي. ولو أننا حقيقة الأمر علمي فقدنا الاتصال مرة أخرى بالدكتور قحطان الخفاجي، سنعاود مرة أخرى الاتصال به. إذن مشاهدينا الكرام، السياسة ما بين الولايات المتحدة وإيران على العراق هي سياسة تخادمية مثلما تفضل ضيوفي الكرام. الاتفاق النووي أدى إلى تصعيد الخطاب الأمريكي ضد إيران، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أن ما يجري هو حرب إعلامية فقط ولا تتعدى إلى المواجهات العسكرية مثل ما تفضل ضيفي الأستاذ حسين السبعوي. إذن بعد فاصل قصير نكمل الحوار، نتمنى أن تكونوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على متغيرات سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية في العراق. وبالعودة إليكم أستاذ حسين السبعوي، يعني بالسؤال الذي سألناه قبل قليل عن كيفية إدارة حكومات العراق لعلاقاتها مع إيران مع الولايات المتحدة في ضوء الصراع الدائر بينهما، بغض النظر عن أي توصيف، يعني سواء كان صراع إعلامي أو ما إلى ذلك، بغض النظر عن التوصيف، ولكن علينا أن ندرك أنه الوضع الحكومات العراقية في وضع لا تحسد عليه. هناك نفوذين في العراق، نفوذ إيراني وهناك نفوذ الولايات المتحدة. تلك النفوذين، هذا النفوذين الموجودين في العراق كلاهما يدعي الصراع ويريد من العراق موقفا واضحا وحازما. لا يمكن للعراق أن يكون له موقف ضد الولايات المتحدة في تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
ضد إيران وهو حليف لإيران وإيران لها الهيمنة على العراق، وكذلك العكس. لهذا السبب على تلك الدولتين أن تجنب العراق صراعاتهما، وعلى العراقيين حكومة ومؤسسات أن تجنب العراق الخلاف أو الصراع الإعلامي ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، لأن الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي من هذه الصراعات. إيران لها حلفاء، وحلفاء لديهم سلاح على الأرض، وكذلك أمريكا لديها حلفاء، وأمريكا بحد ذاتها كدولة عظمى تستطيع تقضي على الاثنين في آن واحد. لهذا السبب يجب أن نأي بالعراق من هذه الصراعات ومن هذا النفوذ الأمريكي الإيراني. لا يمكن لهذا النفوذين أن يتصارع على أرض العراق ويكون الخاسر الأكبر هو العراق، بينما تكون حرب بالوكالة على أرض العراق، الخاسر الأكبر هو العراق، لا إيران ولا الولايات المتحدة. نعم دكتور عبد السلام السعدي، يعني ما هي محددات النفوذ الإيراني في العراق في ظل ازدياد وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران؟ بالحقيقة هي لا توجد محددات لإيران في العراق. الإيران مستبيحة العراق في كل المجالات، على المستوى تقديم الخدمات، وعلى مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى تعيين السياسيين. فليس هناك أي محددات لإيران في العراق، ولكن الخلاف أو الصراع الذي سيحصل بين أمريكا وبين إيران إلى أن تستثنية على الساحة العراقية، وأول هذه الأساسات هو انقسام الطبقة السياسية إلى طبقة مالية إيران وطبقة محاربة لإيران. نعم. وتأتي بعد هذا الانقسام المؤسسة السياسية، الحكومة العراقية أرادت أو حاولت مثل ما هو رئيس الوزراء عادل البلدي أنه طلب السعودية أو مصر أنه تدخل في هذا القرار، لكنه لم يفلح في ذلك. على الحكومة العراقية تتعامل مع هذا القرار كسياسة، وأن تتعاطى ويا التطورات السياسية بما يضمن مصالحها وأمن القوم، ما تفضل الأستاذ حسين قبلي، وأن بنفس الوقت تحاول الطرق الأمنية، لأن تدخلك مع طرف هذا الطرف الأمني سيضع أزمات معقدة على الصعيدين السياسي والأمني، واعتماد أن يضع سيناريو دعم آخر. نعم. وهناك قراءات قاعدة إذا إن شاء الله في اختتام الحلقة من مجرد صراحات أقدمها أمام الحكومة العراقية للتعامل مع هذه الحلقة. نعم دكتور. ابقى معي لو سمحت، بالعودة إليك دكتور قحطان الخفاجي، ما هي مصلحة العراق من الصراع الدائر ما بين الولايات المتحدة وإيران داخل حدود العراق؟ دكتور قحطان تسمع؟ ألو. نعم دكتور قحطان، سألتك عن مصلحة العراق في كل ما ألو عني؟ دكتور قحطان تسمعني؟ ألو. دكتور قحطان سنعاود الاتصال بك مرة أخرى حتى يتأمن الصوت بشكل أفضل. نعتذر منك. أستاذ حسين، ما مصلحة العراق من كل ما يجري من صراعات ما بين الولايات المتحدة وواشنطن؟ نسمع بالتصريحات، وحرب التصريحات هي ليست بجديدة، حرب التصريحات منذ المسؤولين الأمريكيين دائما ما يصرحون بأن سنعمل كذا وكذا، وابتدأها ربما يعني جورج بوش الابن عندما اعتبر إيران على لائحة محور الشر الأمريكية. يعني توالت التصريحات إلى اللحظة، ولكن المصلحة العراقية من كل هذه التصريحات والتهديدات من الطرفين؟ لا مصلحة للعراق في أي صراع مع الدولتين، سواء إيران والولايات المتحدة أم أي دولتين أخرتين، لأنه اللي تابع الصراع الأمريكي الإيراني الإعلامي، ما زلت أسميه الإعلامي، والخلاف بينهما أقصى ما وصل إليه هو حرب بالوكالة. الحرب بالوكالة اليوم أمريكا تستخدم حلفائها، ولدينا بعض يعني الأخبار، نسمع بعض التقارير أن هناك قوات تدربها الولايات المتحدة وإلى آخره، وحلفاء إيران موجودين على الأرض. طيب عندما يتصارع حلفاء أمريكا وحلفاء إيران كلاهما عراقي على الأراضي العراقية، ما هي مصلحة العراق في هذا؟
من كلا الطرفين هي مجموعة خسائر. على الحكومة العراقية أن تدرك وتحفظ الشعب العراقي والأراضي العراقية من هذا الصراع، وتكون فعلا يعني لا تنحاز إلى طرف. ونحن ندرك أن الحكومة العراقية إلى حد ما تنحاز لإيران أكثر، عليها أن تنأى بالعراق من هذا الصراع، لأنه هذا الصراع إذا ما حدث وهو حرب بالوكالة على أسمي. هي تمتلك الإرادة بأن لا تنحاز لطرف ما؟ والله الذي لا يمتلك الإرادة في موقف مثل هذا الصراع عليه أن يستقيم، لأنه هذا بلد، هذا الشعب، أنه نزج في معركة طاحنة خاسرة، الرابح فيها هو الخاسر والخاسر فيها خاسرا أيضا. هذه المعركة ستطحن العراقيين إن حدثت، لأن كلا الدولتين إن أرادوا أن يتصارعون بالأصالة فالأرض مفتوحة لهم، وكلاهما يمتلك أسلحة بعيدة المدى، يستطيع كل واحد أن يستهدف القاعدة الأخرى. لكن أنا أعتقد هذا الصراع إذا استمر سيمتد حتى إلى دول الخليج وتشتعل المنطقة، وكلاهما يتفرج على بني يعرب كيف يتقاتلون فيما بينهم، والبلدان العربية كيف تستنزف مواردها وطاقاتها البشرية من أجل صراع وهمي ما بين إيران والولايات المتحدة. وأعتقد الولايات المتحدة جعلت من إيران أيضا بؤبؤا لسحب لجر العرب إلى كثير من التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي هذه الحالة أيضا نكون خاسرين أكثر. أنا أقول على الحكومة العراقية أو على مؤسسات الدولة العراقية أن تنأى بالعراق، لا تنحاز لإيران على حساب الولايات المتحدة ولا العكس، لأنها سيكون الخاسر فيها والشعب العراقي. دكتور عبد السلام السعدي، لأي مدى ترى أن الحكومة في العراق هي تملك القرار المستقل عن أي قرار خارجي؟ في الوقت الحاضر لا تملك الحكومة العراقية أي قرار وطني، وإنما هناك القرارات التي تتخذ هي بإملاءات خارجية سواء هذا الطرف أو ذاك. فإحنا مثل ما تفضل الأستاذ، إنه أنا قلت بالسابق أنه ننتهي على الحكومة العراقية أن تنحي بنفسها وأن تجنب شعبها الخوف والدخول في هكذا حروب لا يعرف نتائج إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. مثل ما نوهت لك سابق أنه عندي أربع مقترحات يمكن أن أقدمها، هي وهي يعني أربع إجراءات وقائية أقدمها للحكومة العراقية حتى للتعامل مع الأزمة الحالية. كيف؟ نعم. من هذه النقاط، أولا أن توحد المواقف الداخلية بين القضايا الخارجية، وخاصة ما يتعلق بالمواقف الرسمية اتجاه الصراع الأمريكي الإيراني. ويبقى الحكومة العراقية ووزارة الخارجية هما الجهتان الرسميتان بالتعاطي مع الأحداث بعيد عن التصريحات السياسية والحزبية والمزاجات الشخصية للأحزاب. وثانيا الإسراع بإكمال تشكيل الحكومة وتوحيد المواقف اتجاه القضايا الداخلية أيضا عن المواقف الحزبية، لأنه انشق صفوف أو الصف السياسي وكما نلاحظ في البرلمان أنه الناس مؤيدين وناس معارضين لهذه الخطوة. النقطة الثالثة الحشد الشعبي بكل فصائل وقيادة فنية عن مجريات الأحداث السياسية وضرورة تسجيل مواد الدستور الضرورية وخاصة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة. رابعا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والمحيط الإقليمي بما يضمن مصلحة العراق والتقارب في وجهات النظر أزاء السياد القائمة والمحتملة والسبل الكفيلة لمواجهة هذا المعادل. هذه يعني بصراحة أربع اقتراحات فقط ممكن أن تستفاد الحكومة العراقية من هذه من عندها لتلافي المواجهة المرتقبة بين أمريكا وإيران. نعم، شكرا لك. دكتور قحطان خفاجي، هل تأمن الاتصال به؟ إذا دكتور تسمعوني؟ مرحبا بك مرة أخرى. العفو، الآن سمعت أخي، كلش آسف على الشبكة الرديئة جدا. ولا يهمك دكتور. دكتور قحطان، يعني أربعة نقاط تحدث أو ذكرها الدكتور عبد السلام: توحيد المواقف الداخلية، الإسراع في إكمال تشكيل الحكومة،
يعني من ضمن النقاط التي ذكرها أيضا تعزيز أواصر التعاون المشترك مع بين العراق ومحيطه، وركز أيضا على موضوع الحشد الشعبي في هذه النقطة تحديدا. هل يمكن أن تتطور هذه التداعيات بعد اعتبار أمريكا الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكي؟ هل ممكن أن تستهدف الولايات المتحدة بهذه التصريحات أو هذه الاعتبارات الحشد الشعبي الذي يعني كانت لها معه مشاركة في طرد داعش من العراق؟ أكرر مرة ثانية أسفي لسؤال. نعم، يبدو أن الصوت غير واضح أستاذ حسين. ألو عين أنت؟ نعم دكتور، سمعتني؟ الصوت غير واضح. الله يسعدك، ماشي. هناك مشكلة مع الدكتور قحطان خفاجي في الصوت. نعتذر منك دكتور قحطان. أستاذ حسين إليكم السؤال. يعني أعتقد تحييد الحشد الشعبي هذا من مستبعد جدا. نعم هي مقترحات مثالية صحيحة تخدم الشعب العراقي إذا ما أخذت بها الحكومة العراقية، ولكن هل الحكومة العراقية قادرة على أخذ بها مثل هذه المقترحات؟ أعتقد لا تستطيع، ولهذا السبب أنه فشل هذه المقترحات هو عدم الأخذ بها. لماذا الحكومة لم تأخذ بها؟ لأنها غير قادرة على أخذ. كيف تستطيع أن تحيد الحشد الشعبي ولديه اليوم الحشد الشعبي نواب بالبرلمان، ولديه كتلة كبيرة جدا، ولديه وزراء، ولديه كذا؟ هذا أمر يعني مستبعد، هذا أمر مثالي. توحيد الموقف الداخلي صعب جدا على العراق، لأن اليوم كل من يريد أن يصرح وكل من يريد أن يتكلم لا يوجد أحد ما يمنع من هذا الأمر. الموضوع العالم العربي، أعتقد يعني العالم العربي أيضا جزء من المشكلة، يعني أحيانا هو جزء من المشكلة، وأيضا هو حليف للولايات المتحدة كما يدعي، أيضا هو حليف للمتحدة ويريد أن يزج العراق أيضا في حرب الوكالة. لا ننسى أنه عام 1991، عام 2003، قبل عام 1980، كيف العالم العربي المحيط العربي وخاصة الخليجي الذي جعل من العراق يعني أدخل العراق وساهم في إدخال العراق في معارك طويلة جدا، دفع الشعب العراقي خيرة شبابي، ولكن هو كان من المتفرج، أقصى ما كان يدفعه من المال، وعندما انتهت الحرب جاء إلى العراق يساومه على هذه الأموال. لهذا السبب أنا أعتقد حتى لو كانت مفيدة هذه المقترحات، وهي نعم كثير منها مفيد، ولكن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تأخذ بمثل هذه المقترحات، لأن تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى توحيد القوات المسلحة بقرار مركزي، وهذا مستبعد جدا في العراق. اليوم لا تستطيع الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة أن يفرض جميع القرارات على جميع القوات المسلحة، لا تستطيع. اليوم مجموعة وخاصة القوات المسلحة لا تعتمد إلا مركزية القرار، سواء وزارة الداخلية وزارة الدفاع، وهذا مستبعد جدا. نعم هذه حالة مثالية، وحالة مثالية مستبعدة. الآن نقول كالآتي، أيضا على الولايات المتحدة أن تنأى أن تجنب العراق الصراع مع إيران. لا يمكن أن تستخدم العراق في صراع مع إيران، وكذلك إيران أن لا تستخدم. هذا القرار هو بيد الدول الأخرى أكثر ما هو بيد العراق. في هذه النقطة أعود إلى الأستاذ الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، بالتأكيد تسمعني الآن جيدا، ما طبيعة الخلاف أو نقاط الاتفاق، نقاط الاختلاف ما بين الولايات المتحدة وإيران في العراق تحديدا؟ يعني عشان أكون صوتي زين، يعني الصوت أيضا غير واضح. أنتقل بالسؤال إلى الدكتور عبد السلام. أنا أعتذر من الدكتور قحطان الخفاجي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من بغداد. نعتذر منك دكتور لعدم وضوح الصوت وعدم تمكنك من سماعنا بشكل أوضح. بالعودة إليك دكتور عبد السلام السعدي، يعني بالنسبة للعلاقة، علاقة الحكومة في العراق بطرفي الصراع الإيراني والأمريكي، هل بالإمكان مع عدم وجود القرار المستقل، هل بالإمكان أن تكون هناك سبل أخرى يعني بغض النظر عن هذه النقاط التي ذكرتها، النقاط الأربعة، حيث الدكتور أو الأستاذ حسين وصفها بأنها شبه مثالية، حيث لا يمكن تحييد الحشد الشعبي ولا يمكن يعني تطبيق هذه النقاط على نحو على أرض الواقع، يعني اعتبرها الأستاذ حسين هي غير منطقية؟ والله يا أخي العزيز، أنا من طرحت لكم إياها، طرحتها للحكومة العراقية لتجنب المواجهة.
ليس أكثر. يعني هي صح مثالية. إحنا الأكاديميين نحكي بالأشياء المثالية، ولكن يعني نطمح أنه تطبق، وممكن تطبق 10% 20% 50%. أما العودة إلى سؤال، لا تعتقد وإحنا العراق في هذه المرحلة وهذه الظروف ومثل هذه الحكومة أن يكون قرار مستقل؟ لا. أو نابع وفد. إحنا حكومتنا حكومة تابعة لإيران. هذا بالعربي الفصيح إيش يعني؟ إذن حكومتنا نعم. حكومتنا حكومة تابعة للنفوذ، يعني النفوذ الإيراني فيها كثير. طيب. وهناك النفوذ الأمريكي أيضا موجود، ولكن بصورة أخرى أو بصورة أقل. فلا لا يوجد هناك أي قرار، وسوى الانتظار ومراقبة ما يحدث بين الطرف. لا أكثر من هذا ما يصير. كيف تعلق أستاذ حسين؟ أنا أعتقد يعني إضافة لما ذكر الأستاذ أنه علينا أن ندرك أيضا أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع الحرس الثوري كما تعاملت مع بقية المنظمات الإرهابية. تاريخيا ندرك هذا. كيف تعاملت الولايات المتحدة مع المنظمات الإرهابية الأخرى؟ ألم بعض المنظمات تعاملت معها وتدعمها وتسلحها وهي مصنفة عندها إرهابيا؟ لهذا السبب لا نعول كثيرا على هذا الصراع، لا نعول عليه كثيرا. حتى حزب الله في لبنان أقصى العقوبات ما هي كانت؟ عقوبات على أشخاص، عقوبات اقتصادية، عقوبات يعني عدم دخول الولايات المتحدة من هؤلاء الأشخاص، عقوبات على مستوى الفردي، على مستوى أفراد في القيادة. هذا الذي سيحصل، تجميد أموال، اتهام، كل هذا الذي لن تتعامل الولايات المتحدة مع هذه المنظمات كما تعاملت مع بقية المنظمات مثل داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية. لن تتعامل لهذا السبب علينا أن لا نبني على شيء خاطئ من البداية. الولايات المتحدة ستتعامل مع هؤلاء كما تعاملت مع بعض عناصر حزب الله، بتجميد أموال، بعدم دخول الولايات المتحدة، بمتابعة أفراد من هذه. أما لن تتعامل مع هذا ككتلة كاملة منظمة إرهابية. إذا تعاملت مع الحرس الثوري ككتلة منظمة إرهابية، معناها الولايات المتحدة تريد إسقاط النظام وتريد تدمير إيران واحتلاله، وهذا لم يصرح به أي مسؤول أمريكي لحد هذه اللحظة. في أقصى الظروف التي مرت بها إيران وكانت هناك تذمر داخلي إيراني، وجميع الشعب الإيراني بكل أطيافه، الشعوب الإيرانية هي متذمرة من نظام إيران وتحتاج فقط الدعم الخارجي. إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مواجهة الحرس الثوري، عليها أن تدعم المعارضة الإيرانية في الداخل، وستسقط هذه الحكومة هي وحرس ثوريها. ولكن الولايات المتحدة غير جادة، لهذا السبب لا نبني على شيء أصلا هو غير موجود ولن يكون موجود. الولايات المتحدة غير جادة في إسقاط النظام الإيراني، غير جادة في استبدال هذا النظام، لأن كما ذكرنا في البداية أن ما بينهما علاقة تخادم وعلاقات مصالح استراتيجية، نعم بعض الخلافات التكتيكية، لكن لا تصل إلى الاستهداف العسكري سواء للحرس الثوري أو لإسقاط النظام. لأن لو كانت جادة بذلك يكفيها دعم المعارضة الداخلية ودعم الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام وتجنيب العراق والعرب هذه الويلات مما سيحدث من الحرب الوكالة ما بين قوى سنية بالاسم نسميها هكذا تدعم الولايات المتحدة، وقوى شيعية تدعمها إيران، ومن ثم كلاهما عراقي يتصارع على أرض العراق، والمنطقة تفتن وتسفك فيها الدماء وتسلف فيها أموالها، ونحن ما بين منحاز إلى مشروع متصهر ومشروع متأير. هذا لا يليق بالعالم العربي. على العالم العربي أن يأتي بمشروع كامل لمواجهة المشروع الإيراني والابتعاد عن هذه التحالفات السلبية مع عدوين استراتيجيا لنا. دكتور عبد السلام، كيف يعني تستشرف الواقع العراقي في ظل هذا الصراع النفوذ، إن صح التعبير، صراع النفوذ الإقليمي والدولي؟ الصراع النفوذ بين إيران وأمريكا قصدك؟ نعم. هم من الأول مثل ما تفضل الأستاذ حسين، هم متفقين ومقسمين الأدوار على النفوذ وعلى المصالح الموجودة في العراق. من قبل الاحتلال كان التنسيق بين أمريكا وبين إيران
على احتلال العراق وتقاسم النفوذ وتقاسم المصالح، ولكن هناك يعني عند تقاسم التعكه خلينا نقول عليه اصبحت هناك مشاكل بين طرفين، مشاكل تكتيكيه، مشاكل بسيطه وسوف تحس. اما النفوذ وهو مقسم وسط معادله ومحاصصه بين الطرفين. نعم، يعني العراق بعد احتلاله الى الان لم يرى خيرا، من مصيبه الى مصيبه، الفساد والحكومات المتعاقبة التي جاءت، والعراق يعني كل التقارير الدولية تتحدث عن أن شعبه تحت خط مستوى الفقر، الكثير نسبة كبيرة من الشعب العراقي. لا مصلحة للعراق من هذا الصراع سوى من سيء إلى أسوأ. كيف تستشرفون الواقع العراقي أو مستقبل العراق في ظل التصارع أو صراع النفوذ ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ على المستوى القريب حقيقة أنا متشائم من الوضع العراقي، سواء بحجم الفساد، بحجم الولاءات، بحجم التدخلات الخارجية. أنا غير متفائل بأن العراق سينأى بنفسه من هذه الصراعات. العراق سيجد منظومات تصلح ما فسد، هذا مستبعد جدا، لأنه الفساد في العراق فساد قمم وليس فساد أفقي فقط، بل فساد عمودي وأفقي. أصبح الفساد من أعلى هرم الدولة إلى أصغرها، جميع هؤلاء تتباهى بالفساد، والفساد أصبحت عادة وثقافة، جزء من ثقافة المجتمع العراقي للأسف. هذا الأمر لا توجد مؤسسات تمنع هذا الفساد وتوقفه عند حد لحد ما. أعتقد أنا غير متفائل في المستقبل القريب، لا أبالغ يعني في المستقبل القريب، أن هناك علاجا للمشكلة العراقية، ما يعني الحد الأدنى لها أنه لا أتفائل في المستقبل القريب. وأعتقد الوضع مأساوي ويسير خاصة في قضية الفساد من سيء إلى أسوأ. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث العراقي، كنت يعني ضيفي في الاستوديو، وشكر لك أيضا الدكتور عبد السلام السعدي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من بغداد. وشكرا جزيلا للدكتور قحطان الخفاجي الخبير الاستراتيجي، كان معنا من بغداد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.